السمو والشيوخ مسافتنا 6 كيلومتر، وها هي الانطلاقة، انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. نسير بكم مباشرة مع مقدمة هذا الشوط رشاهين في المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ومضمر شاهين السيد سعيد بن سالم آلي نيبي. ننتقل إلى المركز الثاني هملول لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر طارش بن مبارك بالقوبع. المركز الثالث محطم لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. نشوان في المركز الرابع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيب اللاحد الهاجري. وفي المركز الخامس أدهم في المركز الخامس صاحب الإنجازات صاحب الرموز السنة في سن الكبار ومحل الرقص مع الكبار، هو الآن في المركز الخامس لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز السادس في هذه اللحظات اللي في المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم واسم الصنديد بقيادة المضمر حمد بن سهيل بن هيان العامري. وفي المركز السابع نشوف اللي في المركز السابع البطران لسمو الشيخ زايد بن سيب بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر أحمد بن عبد الله بن مساعد الرشيدي. وفي المركز الثامن ناخذ اللي في المركز الثامن في هذه اللحظات ترى نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيب اللاحد الهاجري. وفي المركز التاسع في هذه اللحظات ترى شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي. وفي المركز العاشر مشوش لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط وإلى محطم على المقدمة في هذه اللحظات لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. نعم بالواثق وتضميره يوفن السبق ولا يخلفن. ننتقل إلى المركز الثاني وفي المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن سالم النيبي. وفي المركز الثالث هملول لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر طارش بن مبارك بالقوبع. ننتقل إلى المركز الرابع وفي المركز الرابع نشوان يبى ينتشي في هذا المساء لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيب اللاحد الهاجري. وفي المركز الخامس ويحمل رقم 5 صنديد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ومضمر صنديد السيد سهيل حمد بن سهيل بن هيان العامري. وفي المركز السادس أدهم وصل وانتقل إلى المركز السادس في هذه اللحظات لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السابع البطران لسمو الشيخ زايد بن سيب بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر أحمد بن عبد الله بن مساعد الرشيدي. وفي المركز الثامن شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة راقي المضمرين محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي. وفي المركز التاسع نشوف وناخذ اللي في المركز التاسع في هذه اللحظات من الجانب الثاني يا سلام مشقي لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر علي الحاج السوداني. وفي المركز العاشر مشوش لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هذه النتيجة في هذا المساء. وثاني ندى للمراكز العشر
الأوائل. ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط، يا سلام محطم، لا زال يحطم على مقدمة هذا الشوط، يا سلام، لا زال يرقص، لا زال يرقص، ولا زال مسيطر سيطرة كاملة، سيطرة فعالة منذ البداية وحتى هذه اللحظات لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام يا سلام يا أبو راشد على هذا الأداء المتميز لهجن العاصفة في هذا الموسم وكل المواسم الذي مضت. بشاير خير، بشاير خير، موسم طيب إن شاء الله 2014 و2015، بتمتعون عشاق هجن العاصفة في المنافسة القوية على السيوف وعلى الكاسات وعلى الخناجر وعلى الأشدة. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن سالم اللي نيبي البطران في المركز الثالث في هذه اللحظات لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد الهيان بقيادة المضمر أحمد بن عبد الله بن مساعد الرشيدي. وصل نشوان ينتشي إلى المركز الرابع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيف بن لاحد الهاجري. وفي المركز الخامس مشقي، يا سلام، يبي يشقي الجميع لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر علي الحاج السوداني. وفي المركز السابع وصل 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 شاهين، يا سلام يا سلام، لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي. يصل وينتقل إلى المركز السادس. وفي المركز السابع، المركز السابع مشوش لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الثامن أدهم لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز التاسع، المركز التاسع هو المركز التاسع، صنديد، صنديد لازم يكون قوي، صنديد في المركز الثامن في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن سهيل بن هيان العامري. وفي المركز التاسع، المركز التاسع هو المركز التاسع، عرى اللي في المركز التاسع شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة مهندس المضمرين حمد بن الضعي بن غدير الاجتبي. وفي المركز العاشر مبعد ابعاد ولا قريبين لمراد بس وصول خط النهاية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبيد بن شنان المري. هذه النتيجة، ونرجع إلى المقدمة، إلى المنافسة والصراع والبقاء للأقوياء على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، محطم محطم على المقدمة، يا سلام، المساندة وصلت، وصلت من مشوش أيضا زميلة ورفيقة في العزبة وفي المسرح وفي التدريب وفي هذا المركاض في هذا المساء. يا سلام يا سلام على هذا المنظر، المنظر الجميل. لكن من الجانب الثاني مشقي، مشقي يتسلل يغير إلى المركز الثاني في هذه اللحظات لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر علي الحاج السوداني. يا سلام، نرجع إلى المقدمة، إلى محطم ومشوش ومشقي، يا سلام. وأيضا أدهم بينضم، أدهم بينضم، أشوف راسه، والله أن بدأ يتسلل، صاحب الإنجازات العديدة، صاحب الذهب، يتسلل إلى المركز الرابع. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء، الأداء المتميز للزمول المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. محطم بدأ يباعد، بدأ يغادر، يقول باي باي هدى حافظ، مع السلامة بالهاترك لهجن العاصفة وامبراطورية هجن العاصفة. ها هو محطم على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة، المركز الثاني أدهم. مرحبا بأدهم، مرحبا جملة ومعدودة، مرحبا بأدهم على هذا الإنجاز، على هذا الاندفاع. وصل الآن شاهين، شاهين قادم لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي. محطم وأدهم، محطم وأدهم، أدهم أدهم أدهم، صاحب الذهب، صاحب الإنجازات، محطم يرد الآن وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط. سلام سلام عليك يا هجن العاصفة، تهانينا لمالك هجن
سجن العاصمة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على فوز محطم بالمركز الأول. المركز الثاني أدهم لهجن العاصمة. المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم. وفي المركز الرابع مبعد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الخامس مشوش لهجن العاصمة. شوفوا المنظر، شوفوا الدخول على خط النهاية، ها هو محطم 10 دقائق 7 ثواني جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن العاصمة، تهانينا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. أدهم في المركز الثاني 10 دقائق 7 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصمة، تهانينا أيضا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الثالث شاهين 10 دقائق 7 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم. تهانينا أيضا للمضمر الرابع.